احلى مساء عليكم يا جماعه. وصل يوسف بالسلامه بعد ما استورد طيور الطيور الالهي. طبعا يوسف لسه جاي دلوقتي، تعالى بقى عشان ندخلوه. تمام يلا يا جماعه، دي الدوره الثانيه من طيور الالهي. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا بتشيله بس. تعالى شوف تحت حد يقف. طبعا يا ادي يا جماعه، اوعى كده يا باشا، شغل اللمضه، اللمضه شغاله. طبعا يا جماعه دلوقتي هو لسه جاي من شركه الوطنيه. تمام، وجبنا اللي عليها اهي، دي شكاره. طيب انتوا جبتوا 40 كتكوت؟ 41. بكام؟ الواحد عمل 340. 340 وشكاره بكام؟ الشكاره 210. يبقى 340 و210 كام؟ 550. فاضل معاك قد ايه؟ 100. فاضل معاك 100 جنيه؟ تشيلها عشان تبقى تجيبهم تكمل عليها وتجيب شكاره تانيه خشنه. ايوه ما تحوليش، ماليش دعوه، ما هي مش جايب لك حاجه. انا انت الفلوس اللي هتاخدها مني على عليك الخشنه تبقى سنه. ما هو سنه. انا مش جايب لك حاجه تاني يابا. انا مش جايب له حاجه تاني يا جماعه. انا جايب لك ايه بامانه؟ طبعا هذه الكتاكيت ده عمر يؤمر. عمر ساعات. طيب بص يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. روح انت هات لي الطبق بتاع العليكه. تمام. وارب الباب شويه يا باشا عشان الهوا. وارب الباب علينا شويه. ايوه كده. ادي كده ايه؟ ده عمل 20. هو عدهم لك؟ تمام. ده 20. ده هو بيديك العلاج بفلوس؟ لا ده بس اللي بفلوس. يعني ده بس اللي بفلوس لما تنجل من عليجه لعليجه. من عليجه نعمل عليها. لو انت مش عايز رن عليا نديك اسم ونجيب عليه حاجه. تقول لها هتبقى بالمره. لا بالمره، هات علاجات وعلق كيس العلاج ده هنا. طبعا ادي يا جماعه كتاكيت عمر يوم اهي. قولوا بسم الله ما شاء الله. طبعا يوسف كده نشوف المشروع بتاعه هيوصل لفين. عمر مش عمر يوم، ده عمر ساعات على فكره. يعني دول لسه طالعين النهارده. دول من الشركه. من شركه. معاك كارت؟ ورينا الكارت. الكارت معاك يا محمد. طبعا لازم بالراحه كده يا جماعه الندل. يكون حاطط تبن، هم نزلوا ياكلوا تبن اهو، يحفروا في التبن. اطلع انت افتح العليجه يا باشا، ادي شركه الوطنيه الدوليه للدواجن اهي. تمام؟ ده الكارت بتاعهم يا جماعه. وكيل معتمد، خدمه 24 ساعه. تمام؟ وهات لي حته كربات عشان نقفله. تمام. يلا انت جهز نفسك يا باشا. طبعا كده يا جماعه انت طبعا لسه. يا جماعه اقفل وارب الباب وراك، وارب الباب شويه يا هاج. ادي يا جماعه اهو كده معاه في القفص. مص دول 40 كتكوت او 41، وبيقول مديني واحد هديه. طبعا احنا كده نقلنا اهو كده، احنا نقلنا الكتاكيت اهو. خد يا محمد حط دي في الاوضه. تمام، الكاميرا تقرب هنا. ايوه الكاميرا هنا. وارب بقى الباب ده علينا كده شويه عشان الهواء، عشان يا جماعه مش عايزين ندخل هواء كده. واضحين؟ ادي الكتاكيت يا جماعه 40 كتكوت، هنبدا نحط لهم الميه والاكل بتاعهم. انا دلوقتي بس بنساعده، يعني انا بنساعده اول يوم كده، لان الكتاكيت بتكون لسه دي لسه عمر ساعات على فكره، يعني لسه ساعات. تمام، لسه طالعين من البيضه من ساعات، يعني ممكن يكون الكتكوت عنده 5 ساعات ولا 6 ساعات. تمام، هنبدا دلوقتي ان احنا فتحت العليه يا محمد. طب افتح له شكاره العليه يلا، وحته سلك كربات يا محمد. وزن ادي العليه يا جماعه الخشنه اهي. يا ابني عايزها الكبيره الطبق يا رأي يا شيخ. انت ماشي؟ ايوه هو ده. مشارب انهو؟ مش مشكله نحطه فين؟ زودها لك عرفه؟ بياكلوا اهو.
ده هو جاي من الجوع يا ابني. فين الشكاية؟ مع الأم. مفيش شكاية سليمة من الصفرة؟ حرام والله، والله حرام اللي بتعملوه معايا ده. مقطوعة دي. جاهزة؟ ده أنا تصوير. طبعًا يا جماعة كده، بصوا أنا شلت الأرانب الأول، تمام؟ عشان النفس. طبعًا أنا شلت الأرانب يا جماعة علشان النفس، تمام؟ طلعت الأرانب من البوكس، البوكس تاني، تمام؟ هنا بقى تعالوا كده نوريكم انا هيئت المكان هنا ازاي. طبعا لازم لازم اول ما تجيب كتاكيت تجيب قفص او كرتونه كبيره، يعني ما ينفعش ان انا، طب ما انا، ما انت ابو نور عندك مثلا بوكس اهيت وفي لمب ايده وفي دفى وفي كلام زي كده، لا ما ينفعش. لازم تلم الكتاكيت دي في مكان محجوم شويه، متحجم شويه، تمام؟ يعني انا جربت، عملت مره تجربه ان انا خدتهم طلعتهم هنا كده ماتوا، كله مات. فانت تعمل ايه؟ لازم تحجم شويه لحد ما تعدي على الاقل اسبوع من عمرهم او حوالي خمس ست ايام من عمرهم، وبعد كده تبدا تطلع بره بقى، تطلقهم بره، تمام؟ طبعا هنا اهو تعالوا نبص كده مع بعض. طبعا انا هنا حطيت طبق فيه اكل اهو عليها ناعمه، هم واقفين عليه بياكلوا، وهنا الميه في النص، المشرب، مشرب صغير، تمام؟ وهنا مأكل تاني، طبق برضه فيه اكل اهو تاني جوه، تمام؟ وفرشين في القفص ده كده، طبعا ما فيهوش كده اهو، هم كده بيشربوا اهو وبياكلوا عادي خالص طبيعي 100%، تمام؟ ونوسع لهم المكان اهو اهو عشان ياخدوا راحتهم. شوفوا بقى، تخيلوا بقى 40 كتكوت في المساحه دي، تمام؟ ده عادي خالص ان انت تسيبهم كده، ما فيش اي مشكله، سيبهم يشربوا وياكلوا يلعبوا في التبن والكلام ده كله، وطبعا تحت الاضاءه والدفى هنا، تمام اهو. وطبعا انا قفلت جناب القفص هنا عشان بيطلعوا دماغهم من الاخرام، علشان ما يحصلش ان كتكوت يتخنق او يتزنق او حاجه زي كده، تمام اهو. وبتسيبهم كده وبتقعد تاكلهم على النظام ده اسبوع او خمس ايام، بعد كده بتبدا ان انت تطلع وتطلعهم بره بقى، تطلعهم كلهم بره بقى هنا في نفس المكان اللي هم بداوا فيه. ما ينفعش ان انا ننقلهم في بوكس تاني، طلعهم هنا بالطريقه دي هيبقوا 100 100. نرجع نقول تاني، دول عمر خمس ساعات او ست ساعات، يعني لسه النهارده طالعين من البيضه، تمام؟ بنجيب قفص كده اهو، تمام؟ ممكن لو ما عندكش قفص زي ده قفص فراخ يا جماعه، لو ما عندكش قفص زي ده بتجيب كرتونه كبيره او اي حاجه تحوط بيها، المهم المكان دفى. هنا المكان دفى، شايفين اللمبتين هم 200، تمام؟ وبتجيب القفص تحطهم فيه بالشكل ده، وبتسيبهم مطلوقين فيه ياكلوا ويشربوا، وبتحط لهم العلاج بتاعهم والعليقه الناعمه. انا بنجيب العليقه اللي هي الايمان، تمام؟ العليقه الناعمه، وبتسيبهم بالشكل ده كده ياكلوا ويشربوا 100 100. وبعد كده ايه؟ بتبدا ان انت تنقلهم بعد خمس او بعد اسبوع اهو، تمام؟ نشد لهم الميه كده شويه اهو، تمام؟ وبالراحة في التعامل معاهم، وما تغرقهمش مية علشان دول مش عايزين مية اهو. كده احنا قلنا سعر الكتكوت في حدود 8.5 جنيه، ادي وبتسيبهم على كده. يا رب تكونوا استفدتوا كده وشفتوا احنا عملنا ايه، وشلنا الارانب من هنا حطيناهم في مكان تاني وهنقفلهم من المكان التاني برضو، تمام؟ واحلى مسا عليكم، تحياتي لكم وتحياتي لكل متابعينا، ونهاركم زي العسل.